السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. حنايا دابا كنتواجدوا حدا الملعب ديال الكره الحسيمه كما كتشوفوا، ان شاء الله غيعجبكم الحال، لان كنشوف كيديروا ليه داكشي باش غادي يتغطى، يعني الملعب غادي يتغطى. خليكم معايا، ها هو كما كتشوفوه مشيت ورا الناس من زيغي تغطى، يعني سموج لان على حسب الحزرين ديال التصوير هنا. هاكا مشيت ورا الشروك هاد النيفات، كنا الشروك هاد النيفة الحديد اللي زيت بالماء، زيت بالماء. هاكا مشيت ورا انا هنا موارين على جوست القنشر، وخا توري الحمد لله هاكا المشروع راح يتكمل تبارك الله. مشيت ورا، خليكم معايا ان شاء الله غادي نهبط نصوركم ان شاء الله من داك الجهه اللي لي. خليكم معايا كما كتشوفوا الطبيعه هنايا، طبيعه واش من الطبيعه حدا. هاكا مشيت ورا، ثلاث سمان يدوسا بعدا قابل إذا مقران داكا معناه نتقى يوسد قايمة يدوسا. هاكا ديك الناس، ديك الناس الشروكة ميزا غيتغطى ميزا غيتبلع. مشيت ورا، مشيت جاري تسوى، يوسد قجم مشان المليح بزاف. أروح عندو شي حاجة جيتين وداي، نسوى جيتين وداي، قيمتي كيما، غنمشي وجهة أخرى للمشاهدين الكرام باش نصور بكاع، كيبني وما نعرف شنو كيدير وحده، يعني بزاف الحوايج اللي كيدير وحده كما كتشوفو، هاكا مشيت ورا ما يخلو، جيت ناميت، عاد قلنا شحال المشاريع عمرني عاوتاني حتى تتيحو هنا يمكن الله أعلم. المشروع راه كبير تبارك الله، وحتى هذا الملعب نيت راه غادي يدي الخدامه، غادي ينقذ ما نعرف شحال من الاسره. انا مش سربي هنا واحد هذا الملعب هو كمان غادي ينقذ شحال من اسره، غادي ينقذ دقه معني، لان تسخد مني وذان، تسخد من يعني يوذان خصوصا اللي غادي يجي العائله، غادي ينقذ العائله النص. خليكم معايا غنمشيو نهبطو لتحت كيف كيما غنزيدو لقدام، انا شو غير الزاد كون دي نصور شويه شويه، غادي نصور لكم شويه بشويه باش نقربوا يعني للملعب، وان شاء الله غينفع بشحال د الناس، غيريضوا فيه الناس ويخدموا فيه، والحمد لله واحد الخير غيكون كبير ان شاء الله باذن الله. هو كما كتشوفوا داكشي باش غيتغطى، داروا لي داكشي باش غيتغطى، في الاول ما كانش داروا لي هذا، هاكا مشيت ورا ميتنا كاين اسمين زي غيتبلع، مشيت ورا كاين اسمين سمعنا زي غيتبلع، هاكا كامل اسمين سمعنا
شي لقاب من هنا شحال لقاب. عرفتو شحال من السلعة كاينة هنا باش نكملو الخدمة ديالو؟ هذا هو كيفاش غادي يكون هكا؟ المشروع هنايا جا في واحد البلاصه زوينه بزاف كما كتشوفوا. ربي يعتبرك الله بزاف المشاهدين الكرام على الطبيعه اذا قالوا النواحي ديال ايت قمره منظر واعر. مشروع هو انت المشاهدين الكرام هاكا مش غير مش توران غندوع الساق مانيس نخزر نصور جدا نصورو لهاد الجي خليكم معايا. وكيبان عاوتاني من هنا في شكل عاوتاني شتوارا يتبان غدا عاوتاني في شكل المشاهدين الكرام شتوارا تبارك الله. وما السلوكه باش غادي يبقى يتشد هنا ايزي غيتبلع دارو لي باش بحال اللي كاين في الصوره باش يبقى يتشد ويتحل كما سمعت والله اعلم داكشي اللي سمعت. وجا في واحد المنطقه زوينه بزاف وسترا ما يهمها وزدير مشان رائع الصراحة. آخر وقت كنا الطاس يمسمع لي تواريخ باش نويني غنجيتين باش زاد تكن من زي غتولع عن أنا. مشروع تبارك الله كبير بزاف وشحال غادي يهز الناس الله أعلم. واخا كيسولوني الناس ولكن أنا ما عارف ما عندي معلومة علاش غادي يعني شحال غادي يهز الناس وشحال ما غاديش يهز الله أعلم. مسرى ما يثمنش وغارب الخبرة بشحال غادي يكسي وذني وذان هاكم تسع على شوية الطبيعة إذا كان من غير جهتك كيف كاين. دابا ندوزكم واحد الطبيعة اللي كاينة هنا حدا كيسميتو الملعب الكبير ديال الحسيمة خليكم معايا. غادي نهبطو لتحت على الطبيعة كاين هنايا كان مشتورة من المنطقة هيا بقى مشتورة مثلا مع التوفة تينقي وكثا ونزا وكثا ونزا حقا يكمدي مشتورة طحت شتا البارح بالليل كما كتشوفوا الأرض باقي فزقة بالما كما كتشوفو. وشوفوا على الطبيعة هنايا هو داك المشروع فين كاين كما كتشوفو المشروع هو هذا. غادي نمشي أنا لهاد الجهة غادي تشوفو الطبيعة هنا لتحت شوفوا على الطبيعة حدا ملعب الكرة
لعب الكره هو هنايا المشاهدين الكرام كما تشوفوا. واحد المنظر واعر، واحد المنظر المشاهدين الكرام، واحد منظر زوين بزاف، منظر اي ما مشيت ورميش المنظر المليح بزاف. الطازقوم متسواخ وسقى الملعب الكره، روح هاك توري تحيه كمر تبارك الله، هاك ان شاء الله وسيت كم شاف هذا يكمر. نتمنى ان شاء الله لكم يعجب الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.